يقول السائل: هناك إمام يقنت في صلاة الفجر دائما، فهل نتابعه برفع الأيدي والتأمين أم لا؟ القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة غير مشروع عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل فقط، النوازل، أما المداومة عليه فليس هذا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ولا مانع أنك تصلي خلف إمام يقنت في جميع صلاة الفجر، ما في مانع تصلي خلفه، ولا مانع أنك تتابعه أيضا في القنوت، وإن كررت ربنا ولك الحمد كررتها عدة مرات فهذا أحسن من متابعته، لكن الصلاة خلفه صحيحة والحمد لله، لأن هذا يراه بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله، فتصلي خلفه لا مانع، لا مانع يصلي الحنبلي خلف الشافعي والشافعي خلف الحنبلي والحنفي والمالكي، أهل المذاهب الأربعة ولله الحمد يصلي بعضهم خلف بعض ولو كانوا يختلفون في بعض المسائل عن اجتهاد، لا مانع من ذلك.